المهم هو إظهار هذه الشعائر، إخراجها من الدائرة الضيقة المغلقة إلى الملأ العام، لأن هذا هو الذي يميز الشعيرة من غيرها من الأعمال. أنت باستطاعتك أن تصلي لله وحدك في قبو بيتك أو في الملأ العام، لكن حينما الصلاة تكون شعيرة فلا بد أن تكون في الملأ العام، مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. أنت باستطاعتك أن تذكر الله في كل مكان، لكن حينما يرتبط ذكرك لله بشعيرة من الشعائر فلا بد من أدائها في الملأ العام، كما نفعل في الحج فنلبي بصوت عال، بل وحينما تحرم والتلبية جزء من الإحرام لبيك اللهم لبيك، وتخرج إلى الصحراء وأنت تقطع المسافة إلى بيت الله الحرام، كلما تصعد على تل من المستحب أن ترفع صوتك بالتلبية، والناس يلبون مع بعض. هذه هي شعائر، هي شعائر، وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وكذلك الأمر فيما يرتبط بالشعائر الحسينية.